السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في عالم اسماء السومة. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي هي عبارة عن مشروب ديال هاد الوقت ديال الصهد. غير هاد المشروب ماشي كباقي المشروبات، هاد المشروب هو كيلقى مؤخرا يعني عليه واحد الاقبال كبير، وحنا متعودين اننا كنشربوه ولكن سخون. كنتكلم على الايس تي، الشاي او الشاي البارد. الايس تي ما كيتصاوبش بالشاي الاخضر اللي كنشربوه حنايا هنا في المغرب عندنا، وانما كيتصاوب بالشاي الاسود اللي موجود حاليا في بزاف ديال جميع يعني المحلات التجاريه، ولا في مجموعه من الماركات يعني، والثمن مناسب جدا. وحتى هذا الايس تي كيتباع في جميع المتاجر الكبرى بثمن ما نقدرش نقول عليه غالي وما نقدرش نقول عليه رخيص، يعني ما بين وبين وبمذاقات مختلفه. في حين انه سهل اللي يتوجد في البيت، ماشي شي حاجه صعيبه، ويمكن لنا النوع في المذاقات كيف ما بغينا ونبدلو فيهم كيف ما يمكن لنا نحتفظوا به مذاقه الطبيعي، يعني مذاق الشاي الاسود. كنحتاجو في هذا الايس تي اللي انا اختاريت نديرو بنكهه الخوخ، استعملت خوخه مقطعه قطع، انا قطعتها قطع صغيره، في حين ممكن نقطعوها قطع كبيره حسب الرغبه. جوج صاشيات ديال الشاي الاسود، جوج كيسان ديال الماء، ولا بغينا نحدو بالضبط نص لتر، يعني ضروري نص لتر ديال الماء نستعملو فيه جوج صاشيات ديال الشاي الاسود. ما نكتروش الماء ونقلو اتاي، وما نزيدوش اتاي يعني الشاي الاسود يعني على كتر من جوج صاشيات. اللي كترناهم كترنا يعني درنا كتر من جوج صاشيات غيجينا ثقيل، درنا كترنا الماء غادي يجينا الشاي خفيف، فخصو يجينا معتدل ماشي ثقيل وماشي خفيف. فبالتالي جوج صاشيات ديال الشاي الاسود في نصف لتر ديال الماء كيعطينا شاي متوازن، ماشي ثقيل ماشي خفيف. ومعلقة ديال السنيدة. خديت ديك الخوخ كيف قلت لكم، الخوخة مقطعة، درتها في البريق ولا الترموس ولا البراد اللي غادي تستعملو، درتها فيه كيف كتشوفوا. يعني خوخة قلت لكم انا قطعتها قطع صغيرة، وغادي نرجع نكرر انني ممكن نستغنى عن الخوخ نعوضو بفاني، نعوضو بتفاح، مشماش، باي مذاق بغينا، بالليمون الحامض، جميع هاد المذاقات كتواتى مع هاد الشاي الاسود. كيف ما يمكن لينا نستغناو على هاد المذاقات ديال الفواكه ونستعملوا غير القرفه، لاباديان يعني هكا توابل عطريه، القرنفل، الهيل، هادو تا هما توابل كيجيو مع هاد الشاي الاسود. كيف ما يمكن لينا نستغناو على الاعشاب العطريه وعلى الفواكه ونحتفظوا بالشاي فقط بمذاقه الطبيعي، الشاي الاسود بمذاقه الطبيعي. هنا غادي نضيف على داك الخوخ معلقه ديال سنيده. بالنسبه لي انا استعملت معلقه، ممكن طلعوا حتى لثلاثه المعالق بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه، او تهبطوا حتى المعلقه صغيره. انا استعملت معلقه كبيره، ممكن تهبطوا حتى المعلقه صغيره. كيف ما ممكن نعوضوا سنيده بسكر كلاصي او بالعسل. الهدف من انني خلط
فنيده مع الخوخ هو ان الخوخ يطلق داك الماء ديالو والنكهه ديالو. غادي نحتفظ به على جنب تقريبا مده لا تقل عن ساعه حتى يبان لي داك الخوخ طلق الماء ديالو. عاد فاش ديك الساعه غادي يكون صالح للاستعمال. في هذا الاثناء غادي نكون موجده الشاي ديالي اللي هو غادي ندوز نوجد الشاي الاسود اللي غادي نوجدو بوحدو ونخليه حتى يبرد. عاد فاش غادي نستعملو على الخوخ كنشرح لكم باش تبان يعني الطريقه كيفاش علاش عزلت استعملت الخوخ بوحدو وضروري يطلق الماء ديالو النكهه ديالو بوحدو. عاد فاش غادي يعني نستعملو لان غادي نخدم الخدمه على مراحل. المرحله الاولى كيف قلت لكم هي مرحله الخوخ مع سنيده ضروري خصهم يبقاو مده لا تقل عن ساعه حتى يطلق يبان لي الخوخ طلق الماء. وكنأكد ان الخوخ ضروري يعني يطلق الماء وممكن الخوخ يتعوض باي فاكهه اخرى حسب الذوق. في هذا الاثناء غادي نشد داك السطر ديال الماء درتو في كاسرونه وضفت ليه جوج صاشيات ديال الشاي الاسود. هنا بغيت نشير لواحد النقطه الشاي الاسود احيانا تيكون في المتاجر الكبرى على شكل باكيه بحال الشاي الاخضر ديالنا اللي كنشربوه مع النعناع اللي كنشربوه سخون. الا تواجد هذاك النوع ديال الشاي الاسود ممكن نستعملو منه فقط معلقه لان هذاك النوع تيكون مركز على هذا الشاي يعني اللي تيكون في لي ساشي تيكون مركز عليه. غنستعملو معلقه كبيره ممسوحه مش مقبه يعني شي عامره بزاف في السطر ديال الماء. من بعد ما حطيت داك الشاي الاسود لي ساشي ديال الشاي الاسود في الكاسرونه مع السطر تاع الماء درتهم فوق البوطه حتى غلاو مزيان. من بعد الغليان يعني من بعد ما تيغلى داك الماء كنطفي عليه البوطه وكنخليه مده 5 دقائق. عاد فاش كنهز داك الشاي كيف كتشوفوا دوك صاشيات تاع الشاي اكياس الشاي كنهزهم كنحيدهم من الماء ديال اتاي لان طلقوا جميع النكهه ديالهم وطلقوا كل شيء يعني صافي الهدف منهم راه هو ان يطلقوا داك النكهه ديالهم في الماء صافي راه طلقات. داك الماء غادي صفيته وما حتاش كاع نصفي لان الصاشيات ما كيخرجش منهم داك الشاي ولكن انا صفيته في لاكاغاف اللي غنستعمل كيف كتشوفوا وغادي نخليه على جنب حتى يبرد تماما يبرد تماما. هاد الشاي ما يبقاش لا سخون ولا حتى دافي. هو من بعد ما دازت ساعتين لقيت اتاي برد ديالي يعني الشاي الاحمر برد دابا واجد الاستعمال والخوخ طلق الماء ديالو. ها هو الخوخ الى بان لكم راه طلق الماء ديالو ديك السنده اللي ضفت ليه اولا العسل اولا السكر كلاصي على حسب اللي متواجد يعني كيسهل عمليه انه الخوخ او الفاكهه عامه تطلق الماء ديالها. من بعد ما برد لي الشاي الاسود كيف قلت لكم ها هو ضفتو على الخوخ ما نحتاجش نرجعو فوق البوطه ما نحتاجش حتى شي حاجه فقط انه يكون الشاي بارد والخوخ طلق الماء ديالو. دابا الشاي ديالنا ها هو موجود للاستعمال
يمكن لينا نضيفو ليه التلج. انا ضفت له التلج، يعني ضروري كنبغي معاه التلج لانه هو كيبقى ايستي، يعني الشاي المثلج الشاي البارد.